السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء، وفقرتنا المفتوحة اللي هنجاوب فيها على أسئلتكم مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب ويحفظك ويكرمك ويسترك والسادة المشاهدين، ونحن آمين. معكم إن شاء الله. آمين آمين يا رب. القوم لا يخرج الصحة والرزق الحلال يا رب. آمين. طيب إحنا معانا تليفون. أم أحمد أهلا وسهلا. أهلا يا دكتور، عاملة إيه؟ تمام يا حبيبتي الحمد لله، أهلا بيكي. كنت عايزة بس أسأل الشيخ أحمد عن حاجة. تحت أمرك، بس الصوت ممكن تعليه بعد إذن حضرتك شوية؟ أهو كده كويس. تفضلي يا فندم. حضرتك أنا معايا سلفتي في البيت. إيه؟ معاكي إيه؟ معايا سلفتي في البيت. سلفتها. طيب ممكن تعلي بس الصوت. هو بس علي صوتك شوية. بقول لك معايا سلفتي في البيت. ماشي. دي بص انا ما بقولهاش اعمل الولد ولا يعني تاكله او مثلا تشطفه او حاجه، هي عمتها بتقولها اعملي لي لابنك يعني. صراحه كل لما اي حاجه بتحصل بيقولوا لي هي بتعمل لك وهي زي كده. بس انا ما بقولهاش اعملي لي يعني. طب انت ما بتعمليش انت لاولادك ليه؟ ماشي، احنا قاعدين في بيت واحد بس كل واحد وحدي. فهو لازم بينزل بيقعد تحت مع يعني جده. بس ممكن تعلو برضو هنا الصوت في الاستوديو عشان نفهمها. بصي انا هقول لك كده ايه، هقول لك اختصار اللي انت بتقوليه، انكم عايشين في بيت عيله وانت سلفتك عمتك اللي هي اخت جوزك. بتقول لها اعملي لاولادك انت مثلا، اكليهم شربيهم شطفيهم كذا، صح؟ ايوه. يعني ففي اي مشكله يروحوا قايلين لك ده هي بتعمل لك وبتسوي لك. ايوه بيقول الجواب يعني. فانا ما بخصمش على حاجه، هو بيصحى الصبح لازم بيفطر وبشطف وبنزله. طب ليه بتعمل؟ بقيت اليوم زي كده انا احيانا ما بكونش فاضيه ما بقدرش انزل تحت. طب يعني ماشي، بتنزلي ليه؟ هم بص يعني ماسكين في حاجه فظيعه الواد، يعني كانه روحهم وكل حاجه بالنسبه لهم. بيحبوا ابنك ده. ايوه. هو عنده قد ايه؟ بيت عيله كده خلاص. عنده 3 سنين. عنده 3 سنين وبيحبوا ابنها ده بالذات، فبيقولوا لها اول ما يصحى الصبح تنزليه. وبيت عيله. وبيت عيله. فما بتبقاش هي ما بتنزلش فسلفتها تعمل له. ماشي. ايوه يعني مثلا او بقول لهم انا ما بقولهاش اعملي، لا دول يقولوا لا هي بتعمل لك وهي مخصوبه على حاجه، وبرضه كانوا يروحوا يستجوزوا ويقولوا له ايه ايه ايه. معلش قولي الكلمتين دول تاني. يعني انا ما بقولهاش اعملي لي الحاجه دي، هي حماكها بتقولها اعملي له كده. ام احمد انا عاوز اسالك سؤال، يعني ايه المشكله لما هي تعمل لك ولا حد يعني انت تعملي، ايه المشكله؟ هل في يعني مشكله؟ ايوه ما في مشكله كبيره، هم ليه بيعايروني بالحاجه ولا ليه حملتيها على سبيل المعايره؟ ليه حملتيها على كده؟ وعلى فكره دي طبائع البشر. ام احمد على فكره دي طبائع البشر، طبائع البشر لما واحد بيكون في حاله غضب هو بيقول له فاكر اليوم اللي انا عملت لك فيه كذا يا اخي. طب افتكر. لا والمشكله الثانيه ان هم ماشي بيمسكوا جوزي ده، هي المره كويسه ده هي بتعمل له وهي بتعمل. وحاجه ثانيه هي يعني بوشين مش بوش واحد. لا يعني دي واحده بس، سيبك من وشين ووش واحد وثلاث وشاش، يعني سيبك من الكلام ده. يعني خلينا احنا في المشكله اللي احنا فيها. انا شايف ان احنا بنعمل مشكله من لا مشكله. اللا مشكله اللي هو ايه، انا في النهايه ابنك ده من فضل الله هم حابينه الحمد لله، اللهم لك الحمد. دي في حد ذاتها نعمه، يعني دي في حد ذاتها اصلا نعمه، سواء بقى كان من اخت زوجك، سواء كانت من سلفتك، سواء كان من حماكي من حماتك، اللهم لك الحمد ان ابنك ده محبوب. فهم هم بقى ياكلوه بقى يشربوه، ده من باب الحب، يعني ده نابع من الحب. لما يكون في مشكله ما بينك وبينهم نقول لهم على فكره لو انتوا بتعملوا ده لله تعالى ما ينفعش اللي انتوا تعيروها، اللي هو لو كانت دي عارفه اللي هو تبطلوا اللي انتوا بتعملوه ده بالمن والاذى، ها كما قال الله عز وجل تبطلوا صدقاتكم، لان ده من باب الصدقه على فكره في النهايه. وانا لما باكل ابني ده من باب الصدقه، ولما باكل مراتي من باب الصدقه الواجبه بالمناسبه. فلا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. انتوا ممكن تقعدي معاها في وقت اللي انتوا ليه بتعايروني، انتوا شايفين. لا ممكن يقول لك والله ده مش معايره ولا حاجه، ده وقت زعل، ده وقت شطان، ونهدي الموضوع ونرمي ورا ظهرنا. يا جماعة ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه من يتغابى.
اللي هو يعمل يتغافل، اللي هو يعدي، مش هقف على كل واحده، لان لو وقفت على كل واحده الحياه لن تستمر، هتقف هتتعطل. ليه؟ ده وقفت لي وده قال لي وده عاد لي وهو الواد والواد ما ينزلش والواد راح والواد جه. احنا مش عايشين في الحياه عشان المشاكل دي، يعني نحاول نكبر شويه. طيب معانا تليفون. ام ملك اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. بقول لحضرتك، عارفه فضيله الشيخ عن جوزي واهل جوزي. اتفضلي يا فندم. جوزي كويس جدا معايا ومع الولاد وبيصرف علينا وكويس، بس في حته ان هو بيحب اهله قوي، لا لدرجه هو لو شاف الغلط بعينه يقول لك لا ده ما يقصدوش. اهله اللي هم مين؟ اللي هو بابا ومامته؟ بابا ومامته ومعاه اخوات اتنين بنات وولد. لا يعني هو لما يشوف الخطا من ابوه وامه ولا من اخواته ولا من الكل؟ من كله، من الكل. زي يعني ايه خطا؟ زي ام ملك. هقول لحضرتك، لسه اقرب مشكله حصلت بيني وبين سلفتشي في كلام قالته، فانا قلت يعني اكلم جوزها وكده واجيبه قدام جوزي، فكان بيشرب سجاير. انا جوزي مش بيشرب سجاير ولا اي حاجه، راح ماسك علبه السجاير حدفها في وشي، فانا بقول له يعني انت ازاي تحذفها في وشي؟ راح جوزي نزل عليا بالاقلام، وكانت اول مره يمد ايده عليا. طيب عمل كده ليه؟ هو عمل كده ليه؟ عشان انا جوزي طيب جدا فوق ما تتخيل. لا هو مين اللي رمى ومين اللي ضربك؟ مش جوزك؟ لا هو الاول هو حدفني بعلبه السجاير في وشي. ده زوجك صح؟ لا ده اخو جوزي اللي حدفني بعلبه السجاير في وشي. وزوجك قاعد؟ فانا انفعلت، فانا انزعلت ان جوزي قاعد وما شفتش رد فعل. فبصراحه اتنرفزت، فقلت له ازاي يعني مد ايده عليا في وجودك؟ ما حدفني بالعلبه قدامك. راح هو نزل عليا بالاقلام، وكانت اول مره من 14 سنه جوازي مد ايده عليا. جوزك بقى نفسه؟ خدت 3 اقلام. خدت 3 اقلام ومش ناسيهم. ما هو الزوج اللي ما بيحميش مراته يا ام ملك ده بيبقى يعني عنده نقص في الرجوله. جوزها قام ضربها حضرتك قبل كده. ايوه ما بيحميش مراته. انا ما هو ما بيحميهاش وضربها كمان. ايوه ما ده عنده نقص في الرجوله. انا فزاد الطينه بله كما يقولون. يعني اتصلت بحضرتك قبل كده وقلت لي لو اخويا مد ايده على زوجتي اقطع ايده، وريت له الاتصال قال لي لا ده كلام شيوخ وتلفزيون وكده. فقلت له ازاي يعني؟ ما الشرع والدين. هو كويس جدا وطيب جدا وبيحبنا وبيحب الولاد، بس بصي يا ام ملك، بصي يا ام ملك، قولي له كلام الشيوخ بتاع التلفزيون ده هو اللي في الشاشه هو اللي بره الشاشه. الاصل واحنا على الشاشه بنقول ممكن نقوله استحملي وبتاع، ده الاصل اللي احنا نقوله، لكن احنا مش هنداري الشرع بتاعنا ولا هنستخبى من الاحكام الشرعيه. احنا الحمد لله واضحين بفضل الله، لا نداهن ولا نوارب ولا الكلام ده ما عندناش بفضل الله عز وجل. لكن القضيه إني سيدنا النبي وهو القدوة الحسنة صلى الله عليه وسلم كان يقول خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، إذا أراد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رفع يده، مش بقول ما ضربش بقى، ما رفع يده على زوجة قط، وأتحدى الناس تجيب وتقول الكلام ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غضب من زوجاته كان الغضب المشروع، ويبدأ النبي يعتزل النساء عليه الصلاة والسلام حتى لما يغضب. وإذا غضب النبي أو حزن النبي من النساء معناه أن النساء هم اللي غلطانين، لكن يعتزل ما بيقومش يضرب حتى وهم غلطانين، ما كانش يعمل الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلتمس الأعذار لزوجاته ويقول غارت أمكم. سيدنا النبي لو احنا بقى بنتكلم كلام الشيوخ، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبقى كريم مع زوجاته وكان في مهنة أهله كما في الصحيح، صحيح البخاري، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرف. هنقعد نقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كتير كده، بس القاعدة بتاعتنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فاللي مش قادر يقتدي بسيدنا رسول الله يعلن ذلك ويقول أنا لا أستطيع أن أقتدي بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يكون في إيمانه خلل، هيكون عنده كده شوية خلل يحتاج إلى معالجة هذا الخلل. لكن قضية اللي أنا أبدأ أبرر لنفسي أنا بغلط وأخالف الشرع الشريف وأخالف التعاليم الإسلامية الصحيحة والأحكام الشرعية ثم بعد ذلك أبرر لنفسي فتفتري، يعني أنت تخيل بقى اللي أنت لما تبرر لنفسك كده تفتري على الله الكذب،
معناها اللي هو ايه؟ اللي انت بتعمله ده صح وربنا غلط، اللي انت بتعمله ده صح وتعليم سيدنا النبي غلط، اللي هو انا عادي كده اضرب الست وبالرجل وبالايدين وخلاص بقى، ما هي سداح مداح، ما هو ده بقى مفيش حاجه اسمها مفيش كده. لا في بقى نقطه مهمه قوي، مفيش حاجه اسمها كلام تلفزيون ولا كلام شيوخ وكلام مواقع، هو ده كلام الدين بتاعنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، ما هو يا استاذه دعاء احنا عندنا اشكاليه، انت عايز بقى تعمله او ما تعملوش انت حر بقى كده. كان في كده كلمه ايه، كل واحد بيتعلق من عرقوبه. صح، انت بقى مع نفسك، كل واحد يشيل شيلته. العرقوب ده اللي هو هنا في كعب الرجل، صح؟ يعني هيتعلق من رجله، هيتعلق كده من كل واحد يوم القيامه يتعلق كده بقى بذنوبه، لا انا هشيل ذنبك ولا انت هتشيل ذنبي، كل واحد حر بقى. صحيح. مع نفسه. بس يعني ما ينفعش يهين مراته ويسيب اهله ويضربوها. لا وبعدين يترك فيها ويلطش فيها. ايه ده؟ لا وبعدين اخوه يهين مراته؟ طب ده مش كلام تلفزيون، ده كلام واقع. هو الناس كده في الحياه بتعمل كده مثلا؟ حاجه غريبه والله. طيب احنا معانا ام كريم، اهلا وسهلا. يا صباح الفل، يا صباح الورد، صباح يا صباح النور، كل صباح حلو، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه حبيبه قلبي، صباح النور يا حبيبتي، اهلا وسهلا. ابني اللي رد عليا، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا روحي، اتفضلي. انا بحبكم قوي قوي قوي. الله يخليك يا حبيبتي، اتفضلي. الله يخليك. انا عايزه اطلع عمره، فانا كان معايا في فلوس العمره فانصرفوا، يعني انصرف منهم جزء. فهل ينفع اخد من كريم ابني كامل ولما ربنا يسهل قدهم له؟ ينفع كريم وما يملك ليك يا ام كريم، ربنا وربنا يحفظه لك ويخليه لك يا رب. سمعني؟ كريم وما يملك ليك يا حاجه، وربنا يحفظه ويخليك لي ويخليه ليك ان شاء الله باذن الله. نسأل الله أن ييسر لك عمرة قريبة وحجا قريبا بإذن الله إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب، ونحن معك بإذن الله. يا رب يا رب يديكم ويرضيكم يا رب. اللهم يا رب يا حبايبي. سارة أهلا وسهلا. إزي حضرتك يا دكتورة؟ أهلا يا حبيبتي، اتفضلي. كل سنة وحضرتك طيبة. وأنت طيبة حبيبتي. ممكن أكلم الشيخ؟ تحت أمرك يا فندم. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ، كل سنة وحضرتك طيب يا رب، على الأمة الإسلامية يا رب العالمين. حضرتك طيبة وبخير يا رب وسعادة. كان عندي سؤال بس كده عايزة حضرتك توضحه لي، أنا كده صح ولا غلط؟ اتفضلي يا فندم. كان في شوية كده مشاكل مع والدتي وإخواتها وكده بعدم الاتصال ببعض وكده يعني. فمامتي دايما كانت بتبقى زعلانة، فأنا بقول لها خلاص ما تزعليش، هما ما بيرنوش، أنت ما ترنيش، عني المعامل المثل. فدايما ماما كانت تعلمني اللي هو لا، احنا مش بنعامل بشر، احنا بنعامل ربنا. جميل. مع اي حد غريب قريب احنا بنعامل ربنا، مش بشر خالص. فدايما كانت والدتي تقول لي الكلمه دي وكده، فانا كان بيصعب عليا ومامتي اللي هي بتسال ومش بتلاقي اللي هي بتعمله ده. وانا كان بيصعب عليا نفسي ان انا دايما اعمل بكلمه ماما ان انا اسال على ده وده وده. بيصعب عليا ان انا مش بلاقي اللي انا بعمله ده، قريب بقى غريب، صحاب، ايا كان. فجي فترة وعدت اخواتها وبتاع وكده، فزعلت برضو اكتر لاني ما طلعوها غلطانة ان هي برضو مش بتسأل، وانت تسألي مش معنى احنا ما سألناش انت ما تسأليش وبتاع وكده. فانا قلت لها لا خلاص كده بقى، طالما هم طلعاكي غلطانة انت اعملي زي ما هم ما بيعملوا، سألوا اسألي، ما سألوش ما تسأليش خالص. فانا عايز اعرف ده صح، ده حرام عليا ان انا بقول لوالدتي كده بدل ما اقول لها الله اعلم. بصي يا سارة، بصي يا سارة، انا هقول لك حديث واحد فقط مش هزود، وهو ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. هتاخدي بيه ولا مش هتاخدي بيه؟ مع حضرتك. اولا سيدنا النبي بيقول عليه الصلاه والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصله. خلاص، هم لما يعملوا كده انا ابدا، انا في النهايه ماما قالت كلمه حلوه قوي، احنا ما بنعاملش بشر، احنا بنعامل رب البشر. احنا مش خد وهات، يعني طبعا من حق اللي انا ازعل، ومن حق اللي انا اتضايق، ومن حق اللي انا اعاتبهم على فكره، واقعدهم في قاعده كده واقول لهم انتوا ليه ما بتسالوش علينا؟ احنا اللي بنسال وانتوا ما بتسالوش ليه؟ هو للدرجه دي احنا هينين عليكم قوي؟ من حقك اللي انت تقولي كده واكتر كمان. لكن في النهايه رب العالمين سبحانه وتعالى لما خلق الخلق يعلم سبحانه وتعالى ان ده هيصل وان ده هيقطع. وهو بيقول للطرفين كل واحد يصل التاني، ما ينفعش اللي احنا نقطع ابدا على الاطلاق.
طب يا رب انا زعلان وانا حزين ومن حقي، من حقك اللي انت تزعل. ربنا على فكره ما قالش مش من حقنا اللي احنا نحزن، ما قالش مش من حقنا اللي احنا نزعل. ازعلي ومفيش مشكله، بس الزعل ده لا يؤثر على قضيه الصله. يعني ايه اللي انا اقطع بقى؟ اقول زي ما هم بيعملوا انا هعمل. طب اعمل ايه يا رب؟ طب ما هم يا رب هم اللي بيقطعوا يا رب وانا بوصل، ما انا نفسي بشريه. فربنا يقول لنا طب ايه رايكم أدلكوا على الخير؟ إيه هو بقى؟ يوم القيامة. يوم القيامة ربنا يقول الرحم دي معلقة في العرش يوم القيامة. وبعدين يجي ربنا يقول، تقول له ربي كان بيقطعوني يا رب، يقول لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ يبقى هم مين اللي كسب بقى في النهاية؟ يوم القيامة بقى ربنا يصل من؟ الرحم، يصل الواصلين ويقطع مين؟ الناس اللي عمالة تقطع الرحم دي. يا للدرجه دي يا رب؟ مش انت كنت بتوصلي؟ فانا اوصلك. طب يوصلها ربنا بايه؟ يوصلها برحمته وبالعفو وبدخول جنته. طب والقطع الثاني بقى اللي هو ايه؟ يا رب طب ليه حسنه اخد 50% وادخل الجنه؟ لا 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 لا، يقطع ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ انه كان قاطع للارحام في الدنيا. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله طردهم من رحمته. يا للدرجة دي؟ طبعا. احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا. يأتي التعاون المصري الصيني غاية الأهمية في إطار مبادرة حزام وطريق والتي أعلنها فخامة الرئيس الصيني جي بينغ عام 2014، نظرا لما يشهده العالم من تحديات اقتصادية كبيرة تحتم تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والصيني وإنشاء مشروعات صناعية ولوجستية تعود بالنفع على الشعبين وتعمل على تسهيل عملية التجارة والاستثمار بين الجانبين. وفي النهاية يسعدني كوزير استثمار أن أشهد المرحلة الثانية، ويسعدني أن أكون معكم النهاردة. أتمنى للشركة كل التوفيق والنجاح، ولها منا كل الدعم لاستكمال المشروع ومراحله التوسعيه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاستثمار الصيني بينمو في مصر خلال الفتره اللي فاتت، ويمكن بنشهد الفتره الحاليه تدفقات اكثر من الاستثمارات الصينيه. مصنع هاير او شركه هاير تقدمت بمشروع انشاء هذا المصنع في 2022، ويمكن في أول 23 تم التقدم لإصدار الرخصة الذهبية ليها، ويمكن ابتدت الإنتاج أو ابتدت المشروع بتاعها في مارس أو في إبريل 23. تم الافتتاح في مايو 24 من قبل فخامة رئيس الجمهورية، وده بيعكس مدى سرعة تنفيذ هذا المشروع. وهذه السرعة تمت نتيجة التسهيلات والإجراءات اللي تمت لتحسين بيئة العمل في مصر. المرحلة الثانية اللي بنحتفل النهاردة بوضع حجر الأساس ليها مقامة على مساحة 50,000 متر، إجمالي استثماراتها 40 مليون دولار. الطاقة الإنتاجية المستهدفة إن شاء الله 300 وحدة سنويا، وهتكون خاصة بإنتاج الثلاجات والفريزرات بأنواع. المرحلة الأولى كانت خاصة بإنتاج التلفزيون والتكييف والغسالة زي ما قلت لحضرتك. المرحلة الثانية هتبقى خاصة بإنتاج الثلاجة والفريزر. الثلاجة والفريزر تصنيعها بأصعب شوية لأن فيها حقن وفيها تكنولوجيا شوية، فبتحتاج إن العامل يبقى الكواليتي بتاعته أعلى بحيث ما يبقاش فيه مشاكل في المنتج بعد كده. وعشان كده احنا عملناها المرحلة الثانية ان شاء الله. المرحلة الثانية دي مستهدف ان يبقى فيها انتاج كمي ان شاء الله في خلال عام واحد زي ما احنا متعودين على الولايات، في خلال سنة بالظبط ان شاء الله. الربع الرابع العام القادم هيبقى عندنا ماس برودكشن او انتاج كمي بالمرحلة الثانية. المقصود بمصنع صديق للبيئة ان هو مصنع بيتم التخلص من المخلفات بتاعته او الويست بطريقة صديقة للبيئة. المصنع كمان بيعتمد في جزء من الطاقة على الطاقة النظيفة زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كمان المصنع مصمم بحيث ان ما يبقاش فيه اي جهد بدني على العامل المصري، سواء في شيل او تحريك او اي حاجة محتاجة مجهود بدني، بتتعمل عن طريق روبوت. عشان كده بنقول مصنع صديق للبيئة.